مساء الخير اختي. مساء الخير. انا دار عمي عمر. شكون يحوس علي اخويا؟ انا اسحقه. اسمح لي يا اخويا، بابا راهو عيان وما يقدر يستقبل حتى واحد. قولي له بلي اسحقه في حاجه تهمه بزاف. صح، دوك نشوف. اسمح لي. اسمح لي بزاف يا خويا، كيما قلت لك راهو عيان وما يقدرش يستقبل حتى واحد، ولي له نهار اخر. قولي للطاكسيور يسحق الله يعيشك. طاكسيور؟ اسمح لي دقيقه خويا، ما تروحش. اسمح لي. ما نسحق نشوف حتى واحد يا بنتي. قل له يروح عليا. قل له يسد جيك زوج دقايق برك، ما يدي وما يجيبو. قلت لك ما نحب نهضر مع حتى واحد. بالسيف على وجهي بابا، يعيشك. صح يا بنتي، دخلي للصالون ودرك نجي. اسمعي، قل له ما يطولش معايا. ما عليه بابا، ما عليه. صح. جوز خويا، مرحبا بك. الله يسلمك يا خويا. الله يعيشك، بابا راه بزاف عيان. روح معاه غير بالعقل، بالدراع به نوتهم بلاصتو غير باش يخرج من العزله اللي راهو فيها. ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. مساء الخير يا وليدي. مساء الخير. اقعد اقعد. حملت الكارت. اسف. شوف هاك اخويا، خلي عندك كلش. خلي عندك. بارك الله فيك. لا فاليز، تاكسي تاكسي تاكسي، الفاليزة تاكسي تاكسي. وعلاش هكذا يا وليدي؟ وعلاش؟ السلعة امبوسيبل باش ما نديهاش. افير كيما هادي ما نجيش نشوفها في المنهم. رضا لازم نرجع له دراهم نهار الخميس. واش ندير؟ واش كاين؟ رضا نتهرب عليه شي يامات وكي نبيع السلعة نرجع له دراهمو. قسما عظما، وما تجيبهم ليش هذا الخميس يا سعيد.
نحيك من الدنيا من الدنيا، وعلى بالك باللي قادر نديرها. رضا كيقول حاجة يديرها، بصح منين جا الخبر؟ ما يكون غير عاشور. عاشور؟ وعاشور شكون قال له؟ ولا سمع بلي شلخت به العرف؟ هاوا شكون قال له؟ ما فهمت والو، ما فهمت والو. وعلاش هكذا يا وليدي؟ وعلاش خليتني شهرين نتعذب؟ ايه يا عمي عمر، واذا انت تعذبت شهرين على حاجه راحت لك، يجي النهار وتنساها. وانا كنت نتعذب على حاجه كانت عندي، نديها يطول عذابي، نرجعها ما خلتنيش نفسي الاماره بسوء. فرق كبير يا عمي عمر. عندك الحق يا وليدي، عندك الحق. أنا على كل حال نحمد ربي على هذه الساعة، ولازم على الإنسان يعرف ربي في وقت الوسع، يعرفه هو في وقت الشدة. أنا وصر لي جنيت منه درس كبير نتاع الحياة، وصر لي عرفني بالناس اللي قراب ليا، عرفني بالناس اللي لازم نلقاهم في وقت الشتاء بعدوا عليا، وعرفني بعدياني، وعرفني بالصالح والطالح. على كل حال كما يقولوا، كي تضيق تولي قبور، وكي تتوسع تولي بحور. وانت وسعتها عليا، رب العالمين يوسعها عليك ان شاء الله. ما نخبيش عليك يا عمي عمر، واذا قلت لك باللي اختي عاونتني بزاف باش نرجع لك الامان. البذره الطيبه وين ترميها تبقى دائما طيبه. كنت راح نجيب معايا اليوم الباليزه، بس خفت ما نسيبكش ونودرها مرتين. لا لا يا وليدي، لا لا، عملت مليح هما لك ما جبتهاش. مالا انا نروح، وغدوه ان شاء الله رزقك يكون عندك ان شاء الله. يا وليدي ان شاء الله، استنى. لا لا، ريح ريح. بشرى وصلي للبابا بنتي. بصلي معني بابا. ايوا على خير، مشي بسلامه يا وليدي. العسر دائما يجي اليسر يا بابا، دائما يجي اليسر. هذا وين عرفت بلي بلي العذاب عربون السعاده. هاك فرحان بابا؟ اني فرحان، بصح يا بشرى يا بنتي، لو كان تزيد تكمل فرحتي لما نكونوا مجمولين انتي وانا بنتي سونيا ونبيل راكي تبكي يا بنتي. دمع الفرحة يا بابا، خفت عليك بزاف، خفت نخسرك، خفت ما توليش كما كنت يا بابا. ما
حتى ليليا حتى ليليا. السلعة ما نفرج فيها، بقى لي حل واحد، نبيع الفيلا وانتهينا. نسحق حتى واحد نسكن فيه بردمة، والدراهم اللي بقاو ليه ندور بيهم. الدراهم اللي بقاو ليه ندور بيهم، النهار اللي نرفض روحي نشري فيلا خير من هادي. قسما عظما وما تجيبهم ليش هاد الخميس يا السعيد، نحيك من الدنيا من الدنيا، وعلى بالك باللي قادر نديرها. الو وي صح ريدا صح. لا لا اني فاطن اني فاطن، ما نسيت يا ودي ما نسيت. بالصباح ولا نخمم كيفاش ندير. بزاف يا ريدا والله غير بزاف، زبطني بزاف. شوف انا الدراهم درهم سلعة أنا ما نمسهمش، وشنو راح نبيع الفيلا، ومن الخميس ما يكفينيش الوقت. ما لا راهي للبيع. لا تربحك يا عاشور، خلاص ما يهمش، جرام ولا زوج ماده ما جاب. وقتاش تجيبي لي الدراهم؟ وطوموبيلك ما صبتي لها شاري؟ برافو عليك يا بدي، حقك مانيش ناسيته تديه بالزياده. ان شاء الله بالسلامه. حقك خحبابات يا اخي. سونيا واش راني ندير انا تاني؟ نبيل زقيتي لي ماما. لا بنتي سمحي لي، سحقيت خوك نبيل جوز دقيقه نسحقك. راني نحس روحي خفيف، تقولي نفض الجبل من فوق ظهري. باين عليك من نهار اللي صبت الفاليزة ما كليتش كيما اليوم. علاه كليت بزاف؟ راك في الطبسي الثالث. ما تقولي ليش؟ ما جبتش روحك خبر؟ والله ما فقت. صح، الإنسان كيكون عقله مهني قلبه يتفتح لكل حاجة. ما جيت نصيب السيد حتى سفريت، الصباح لصق فيا واحد المستاري اديته حتى المليان، في لي طاكسي يرجع عجبتو غير انا. طيب وعلى بالك من مليانه حتى الجزائر عاود رجعت عنده. طيب راك تعاود لي واش حكيت لي مقبل؟ علاه حكيتها لك هذه؟ طيب درك راك هنيت ضميرك ونحيت مشكل كبير من راسك. يما وبابا راهم مقلقين باش تجاوبهم على الطفلة اللي قلت لك عليها. يا عمي عمر، وإذا أنت تعذبت شهرين على حاجة راحت لك
يجي النهار وتنساها. وانا كنت متعذب على حاجة كانت عندي، نديها يطول عذابي، نرجعها ما خلتنيش نفسي الأمارة بالسوء. فرق كبير يا عمي عمر. ما نخبيش عليك يا عمي عمر، وإذا قلت لك باللي أختي عاونتني بزاف باش نرجع لك الأمل. البذرة الطيبة وين ترميها تبقى دائما طيبة. راني صدت شكون يشري الفيلا. وانا يا كبيع الفيلا وين نروح نسكن؟ واش عند بالك الدعوة سهلة؟ ها الله يا رضا زيرتني بزاف. شوف يا سعيد، إلا راك معول ترجع لي دراهمين هالخميس راني هنا نعاونك، وإلا ما راكش معول ترجعهم لي في وقتهم هذيك حاجة واحدة أخرى. لا لا أنا معول، أنا معول بصح كيفاش؟ سهل الحال. وعلاش ما تشيرش البارطمان تاعي؟ أو باش قلت لي واحد الوقت بعدها لواحد لي ميغري. ما تفهمناش، ورديت له دراهم ودرك راهي فارغه بلي ما بنتاعها. اسمع شحال السومه تاعها؟ اذا تفهمنا بدلها لك بالفيلا. وعلاه انت اللي راح تجي الفيلا تاعي؟ ندخل في الغرقه غير باش نسهل عليك ترد لي دراهمي؟ انا تاني نبيع حالك بالقش تاعها، ما عندي ما ندير به. مشات. بصح كاينه حاجه اخرى. شنو هي؟ لا ديفيرونس تمدها لي قبل الخميس. كلمتي هي راس مالي، نهار الاربعاء تدي دراهمك، المهم نتفاهموا في السومه. انت يا انت بوندي كبير. الو صباح الخير. شكون؟ اهلا سي عمر، واش راك لاباس؟ الله يهنيك. مازال رشيد اليوم نجي ندي سلعة. ياك تفهمنا نهار السبت. ولو كان نقول لك باللي البورة عندي. كيفاش؟ ما كاش منها. هيا شويه هكذا. مرحبا بك، والله غير فرحتني. صحة. صباح الخير بابا. بشرى صباح الخير بنتي. بكرتي اليوم؟ خلاص وقت الرقاد خلاص. صحيح بابا ما شاء الله، ها راك بزاف شباب اليوم. اي خفي خفي روحي شربي قهوتك على خاطر ذوك الراجل يجي. يلا ولا غير نسيتو، عندك الحق. وانت شرب قهوتك. اوه شربت يا بنتي. زوج دقايق برك مولي عندك. واش راه حبست لي زيتون؟ ما بقاليش لا نروح الجامعة. الو مساء الخير. ها سامية صافا؟ خلاص جوني ما رايحة نبلوكي لاني. وي حقا كش ما كان خبر على بشرة.
والو. صح صح بسلامة. رايح ندير واحد الضربة ما ينساهاش طول حياته. ويلا سلك على خيره. قول لي وانت شحال خصوك؟ كيما تفهم. والمدة شحال؟ قيس ما نبيع الفيلا ونشد الطريق. صباح الخير خويا. عمي عمر. اي مرحبا بك تفضل. صباح الخير عمي عمر. صباح الخير يا وليدي تفضل. واصرعك. الله يسلمك. وانت كي صبحت؟ كي الانسان اللي يخلص دينه. ايه يا وليدي تفضل. هاي امانتك. بارك الله فيك يا وليدي. الله يسترك الله يحفظك. كل شيء راه تم. لو كونتي بون. سوا سوا لو كونتي بون. الله يعطيك ما تتمنى يا وليدي. ان شاء الله. عاوني بابا. صح هاوليك تاتاي ديالك. صح بدي تفضل. صحيت. شوف يا الطيب يا وليدي، الدنيا هذه لما الإنسان يكون بجاهه بماله بثروته وفي لحظة من اللحظات وبين الثريد والثريد يفعل الله ما يريد، يوضر ذاك المال وذيك الثروة وذاك الجاه، عمره ولا يقبل بالهزيمة. اسمح لي عمي عمر، شي هذا نشوفه من جهة واحدة أخرى. كيفاش يا وليدي؟ حكاية النملة والضابط كيخسر المعركة، راح تكى على كوديا، شاف مجموعة تاع النمل اللي طلع في الماكلة، طاحت عينه في نملة تطلع تلحق حتى للفوق طيح لها حبة قمح، تعاود تهبط للتحت تعاود ترفدها تعاود تطلعها، غير تلحق للفوق تعاود طيح لها، بقات طالعة هابطة حتى سلكتها. التم الضابط عرف باللي كي تخسر المعركة ما يعنيش خسرت الحرب. برافو عليك يعطيك الصحة يا وليدي. حكمة في محلها، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. والله يا عمي عمر غير ندمت ندمة كبيرة كي بقيت عليك. لا لا بالعكس يا وليدي بالعكس. شوف لو كان رجعت لي الفريزة في وقتها ربما كانت ما تنفعنيش كيما درك. مطلب منك تسامحني. اسمح يا وليدي اسمح اسمح. انت يا انت اصيل. مال انا نروح. تروح. استنى قبل ما تروح. شوف يا وليدي نكتب لك رقم التليفون ديالي. انا 0 هذا البورتابل وهذا تاع الدار 021 85 95. وانت اعطيني تليفون ديالك. اعطيني
ما عنديش تليفون. اه ما عندكش تليفون، ما عندكش بورتاب، ما واش عليه؟ شوف سجل لي العنوان تاع الدار. صح وليدي صح، هكذاك نبقاو على اتصال. ايوا شوف يا طيب يا وليدي، اي حاجه تسحقها عمل لي تليفون، اتصل بيا، على خاطر على بالي بلي نحتاجك، واللي تقيل عليك خفيف عليا، ما تنساش. تفضل. يزيد فضلك، يعطيك الصحة. استنى استنى نوصلك، استنى نوصلك الباب يا وليدي. تفضل معايا. يلزم نطلبوا منك السماح يا سي عمر. اوه ما كان حتى مشكل، بالعكس فو مافي روندو ان غرون سيرفيس. دو توت فاسون الحاجه اللي نقدر نعاونك فيها اتحسبك، راني هنا. شوف كاين زوج حوايج اللي تقدر تعاوني فيهم. اتفضل يا سي عمر. الحاجه الاولى السلعه، ضربك والله ما عندي وين نديرها. المحل محلك والسلعة بزاف اللي حابين يشروها. هذه بشرط خير. والحاجة الثانية القضية هذه ماذا بيا تبقى سر بيني وبينك، ما نحب حتى واحد يعرف بلي أنا شخصيا اللي ديت هاد السلعة. تقصد شريكك؟ المهم ما نحب حتى واحد يعرف وخلاص. هذاك خليه لي ليا، نهار السبت يجي. مونتور كذاب. قلت لي بلي كاين بزاف اللي يحبوا يشوفوا هاد السلعه. تقريب كل يوم كل يوم يعيطوا لي على جلا. اذا حبيت درك نعمل تليفون لواحد منهم. تفضل تفضل. الو عيسى، انا الرشيد، الرشيد وليد طاهر الله يرحمه. هذيك السلعه اللي قلت لي عليها راهي للبيع. استنى دقيقه، قال لك وقتاش يجي؟ قل له غدوه ان شاء الله. غدوه الصباح ارواح. داكور على العشره، رانا نستناو فيك. ايا بالسلامه بالسلامه. قل لي وانت فريت شغالك؟ فريتها ان شاء الله، اذا كتب ربي نهار تنين نرجع لكندا. ولا غير توحشت ولادي. حتى انا توحشت ولادي.